مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مؤشر النيل اللي بنتعرف فيه بشكل واقعي وتحليل واقعي لاداء البورصه المصريه. وبالطبع اليوم هو بداية تداولات الأسبوع، اليوم الأحد، وعلى خلاف الأسبوع الماضي اليوم بدأت التداولات وبدأت البورصة المصرية في موجة ارتفاع شهدناها اليوم، نتمنى أن هي تستمر لنهاية الأسبوع. وارتفع المؤشر الرئيسي AGX30 اليوم بنسبة 1.26% ليبلغ مستوى 14261.25 نقطة. أيضا AGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 74% ليصل إلى مستوى 687.92 نقطة. مؤشر EGX100 أوسع نطاقا ارتفع هو أيضا بنسبة 88% ليغلق عند مستوى 1755.53 نقطة. الارتفاعات امتدت إلى مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية ليصعد بنسبة 1.99% ليسجل 13680.18 نقطة. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق اليوم، اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 78.4% من 100% من إجمالي التعاملات، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 16.53% من تعاملات السوق. المستثمرون العرب اتجه نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 16.53% من تعاملات السوق، بنسبة 5.43% من تعاملات السوق. على عموم الأفراد والمؤسسات اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 29.58%، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 70.41% من إجمالي التعاملات. بالنسبة لأهم القطاعات النشطة في السوق اليوم، كان قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك هو الأنشط، تصدر القائمة بنسبة 39.52%. بتلاقي قطاع العقارات بنسبة 16.59%، قطاع الاتصالات جاء ثالثا بنسبة 15.52%، وكان رابعا قطاع البنوك بنسبة 5.62%. هذا وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 8.4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 788.5 مليار بعد إجمالي تداولات بقرابة 1.2 مليار جنيه. وقبل ما نطلع لتقريرنا اليوم عن أداء البورصة المصرية، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد وجيه خبير أسواق المال. دكتور محمد، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. اسمح لي أن نطلع بقى لتقريرنا اليوم عن أداء البورصة وثم نعود لبدء فقرة التحليل، تفضل. على صعود جماعي أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات الأحد مستهلي تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات الشراء من قبل العربي والأجانب، فيما شهدت تعاملات المصريين اتجاها بيعيا. في اتجاه للارتفاع في مؤشرات البورصة، فمؤشر 30 هو المؤشر الرئيسي بيرتفع أكثر من 1.26% بدافع من شراء الأجانب والعرب والمؤسسات، إلا أن المصريين والأفراد متجهين لجني الأرباح بحجم تداول تعتبر ضعيفة. النهاردة طبعا الأسعار وصلت لأسعار تعتبر قليلة جدا، وكان ده دافع أن يحصل فيه ارتدادة تاني، لأن أي مستثمر صعب أن يتخلى عن أسهمه في الأسعار دي، بالإضافة إلى الاتجاه للحل بعض المشاكل وأهمها قضية التلاعب اللي كانت مأثرة على كتير من المستثمرين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.4 مليار جنيه وسط تعاملات كلية اقتربت من 1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. هو متمسك المستثمر البياع بالأسهم الذي شايف أن المؤشرات ما عبرش عن طموحاته، ان المفروض الاسهم ترتفع اكتر من كده لانها نازله نزول زي ما حضرتك قلت 1250 نقطه في خلال اسبوع ولاكتر من 8%، وده برضو سبب نوع من التهدئه عند فئات المتعاملين. حتى لما كان في يوم الخميس ارتفاع وهبوط خلال الجلسه، في ناس تحوطت قالت لا انا ما اتعاملش في الاسهم الا لما تستقر الوضع، وهو باذن الله الوضع في استقرار. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه AGX30 بنسبه 1.26% ليبلغ مستوى 14261.25 نقطة،
كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي اكس 70 بنسبة 0.74%، كما شملت الارتفاعات مؤشر جي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي ارتفع بنحو 0.88%. الأسهم المصرية إذن تعود إلى المنطقة الخضراء بعدما بلغت أسعارا مغرية للشراء في ظل تراقب المستثمرين. لا يأتي أنباء إيجابية جديدة من البورصة المصرية. محمود العزال لبرنامج مؤشر النيل. طبعا بنشكر زميلنا محمود العزالي على هذا التقرير. واسمحوا لي ابدا فقره التحرير وارحب مره جديده بضيفي في الاستوديو دكتور محمد وجيه خبير اسواق المال. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني اسمح لي ان انا اسالك في البدايه، يعني احنا شاهدنا مجموعه من الخسارات المتواليه يعني اسابيع كثيره مش هنقدر نعدها، يعني الاسبوع اللي فات لوحده خسرانين 1250 نقطه خلال اسبوع واحد، 14800 اللي كان مركز الدعم القوي جدا للمؤشر الرئيسي انكسر، وصلنا النهارده بعد الارتفاع 14200. شايف اداء البورصه بعد الاسبوع اللي فات وبدايه النهارده شايفه ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب اطمن كل المشاهدين انه دوام الحال من المحال طبعا، وطبيعه البورصه هو التغير وطبيعه الاسعار هي الحركه، وبالتالي مفيش هبوط بيستمر الى ما لا نهايه ولا كمان صعود طبعا بيستمر الى ما لا نهايه. وتغير الاحوال ده هو اللي بيخلق الفرص في البورصه، فدايما عندنا فرصه في حالات الهبوط في فرصه جيده للشراء، وفي حالات الصعود في فرصه جيده للبيع، واللي بينتهز الفرصه هو اللي بيقدر يعني بعد مده من الوقت يحس ان هو غير مركزه المالي وقدر ان هو فعلا يستفيد من حركه البورصه. طبعا في ثلاث سيناريوهات بيحكموا الفتره اللي فاتت. السيناريو الاولاني الطبيعي والمعتاد اللي هو التاثر بالقرارات والاخبار والاحوال الجيوسياسيه بتاعه المنطقه والاخبار المحليه والبورصات اللي حوالينا في المنطقه والبورصات العالميه، وده سيناريو اكيد الساده المشاهدين يعني اعتادوا عليه وعرفوا انه احنا بورصتنا حتى ولو لم تكن مربوطه بالبورصات الاخرى لكنها بتتاثر بيها، تتاثر بوحده المستثمر اللي بيتعامل في كل البورصات، أو بتتأثر بحالة التفاؤل وحالة الحذر اللي موجودة. تمام. السيناريو الثاني المنطقة العرضية اللي احنا قعدنا فيها لمدة طويلة ما بين ال 15000 أو حوالينا ال 15000 نقطة، ما بين ال 15000 و 16000 نقطة، وكنا بنقول لو كسرنا ال 15000 هبوطا هنروح لمستوى مقاومة عند ال 14000. بيختلف بقى ما بين محلل للتاني اللي يقول 800 ل 600 ل 400 وهكذا. تمام. ولو كسرنا 16000 ممكن نطمع ان احنا نرجع تاني نجرب ال 18000 مره تانية. تمام. فالمنطقه العرضيه دي استمرت لمده طويله، كونت مراكز وثبتت مراكز عند الناس، وكان طبيعي انه حاله الهدوء الكبير في المنطقه العرضيه ده كان لازم يتكسر ونخرج منها سواء بالهبوط او بالصعود حسب المؤثرات بقى الخارجيه اللي هتاثر على بورصتنا. تمام. جت المؤثرات في اتجاه الهبوط. يجي السيناريو الثالث، نظريه الاس والسهم. نظريه الاس والسهم دي عباره عن ايه؟ النهارده انا عشان اروح للاتجاه لازم اندفع للاتجاه المضاد لمده. تمام. وهي دي الفكره، ان القوس عشان ينطر السهم اللي قدام يدفع السهم اللي قدام لازم يرتد لورا كتير. فاحنا كسرنا 15000 وال1000 نقطه اللي بعديها كانت مرحله التكوين القوه اللي هينطلق بيها السهم اللي قدام بعد كده. فاحنا لما كسرنا 15 ما وقفناش عند 14800، ما وقفناش عند 14600، احنا وصلنا ل 14.28 14.25، يعني تقريبا عند ال 14000. فال1000 نقطه دي هي الزخم وهي الدافع اللي بتدي النهارده المستثمر امل ان هو مش بس هيرجع يعدي ال 15000، لا دي ال1000 نقطه دي خلقت مراكز ماليه، ناس عايزه تعوض خسارتها وناس عايزه تستفيد من الفرصه اللي قدرت انها تجنيها بانها تشتري باسعار رخيصه، وبالتالي هيبقى السوق فيه قوه دافعه انها تطلع لقدام. كل ده بشرط ان القوه الشرائيه تستمر لمده يومين او ثلاثه، لكن لو هي يوم نتيجة لدعم أو لتغير سياسات أو
اخبار لحظيه حالة مثلا حاله من الانتعاش الثقه اللي هو خلاص بقى احنا زهقنا من النزول فتعالوا نرجع نشتري بقى الاسعار بقت مغريه جدا. لكن لو استمرت القوه الشرائيه لمده 3 جلسات متتاليه لا هنشوف يعني عوده للارتفاع مره تانية واتجاه فعلا يتحول الى الاتجاه الصاعد. طيب قبل ما ادخل في اي جي اكس 70 لازم اسالك عن اتجاهات المستثمرين. في الفتره اللي فاتت شفنا المستثمرين الاجانب بايعين بشكل كبير جدا وربطنا ده بحالات الاقتصاد العالمي، الحرب التجاريه ما بين الصين والولايات المتحده واللي انتهت بوضع مجموعه جديده من الجمارك او يعني مش عايزين نقول غرامات على مجموعه كبيره من المنتجات الصينيه، والصين ردت بنفس الفعل وان كان اقل شويه، وضع البترول في السوق والحرب الإيرانية يعني اللي بتشنها أمريكا بعد انتهاء وضع يعني عفوا عموما يعني الحالة الجيوسياسية زي ما انت قلت عاملة مشكلة جامدة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. النهاردة شايفين المستثمرين الأجانب والعرب بدأوا يشتروا، لكن على العكس تماما المصريين متجهين للبيع بشكل كبير. تربط ده ازاي؟ طيب خلينا نقول انه الاستثمار الاجنبي في اي دوله دايما بيكون بيتبع نظريه الاموال الساخنه، بمعنى استغلال الفرصه الى اقصى حد ممكن. النهارده لما بيكون في اتجاه عرضي والاتجاه العرضي ده ظهرت مؤشرات كسره هبوطا، يبقى انا كاموال ساخنه اجري ابيع وارجع لما تستقر الاحوال او تنتهي موجه الهبوط ديت ارجع استرد مراكزي الماليه، يعني بمعنى اصح ارجع اشتري الاسهم اللي انا بعتها واحقق فرق هامش ربحي يساوي بالنسبه لي عائد كبير جدا على اموالي، لانها النسبه المئويه في وقت قليل لما اجي احسبها على معدل سنوي الاقيها تضاعفت بشكل كبير جدا. تمام. الحاجه الثانيه اللي ساعد ده انه المؤسسات المصريه واحنا في نهايه ربع مالي يعني ربع سنه مع قرب 30/9 كان عندها حاله من حالات تبادل المراكز الماليه. يعني ايه؟ النهارده مدير الاستثمار بيدير اكتر من صندوق وبيدير اكتر من محفظه ماليه، فدايما المديرين بيحبوا في نهايه كل مركز مالي بما انها هتطلع ميزانية ومركز مالي عن الربع ده فإنه هو يعيد توزيع الأرباح بحيث أنه يعمل نوع من الأنواع التجانس ما بين المحافظ المختلفة اللي هو بيديرها. تمام. وبالتالي بينقل مراكز مالية، يعني بينقل أسهم من محفظة إلى أخرى، وده كان يفسر حجم التداول الكبير على أسعار متدنية وحجم انفراد المؤسسات بنسبة كبيرة جدا من حجم التداول. تمام. على الرغم من ان السوق ما كانش مشجع للتداول، يعني لا هو وقت بيع ولا هو وقت شراء لان الصوره كانت ضبابيه جدا. ضيف على ده انه مع نهايه الربع بيكون في عمليه استرداد للوثائق، وخصوصا لما يكون اتجاه هابط في بعض حمله الوثائق بتتجه نحو يعني استرجاع ثمن الوثيقه، وبالتالي مدير الصندوق هنا ملزم ان هو قبل نهايه الربع يكون كون مخصص مالي او يكون كون حجم سيوله تسمح له بتخطي حجم الوثائق المتوقع استردادها. تمام. طب ده بيدفعنا لسؤال دايما احنا بنساله، وحتى النهارده يعني كان الناس بتساله في البورصه المصريه، فكره ان في الاوقات اللي زي كده وفي الهبوط الشديد المفروض بيعول على المؤسسات المصريه خاصه ان هي تحافظ على مقدرات الاقتصاد بتاعها، وان هي تكون داعمه للسوق، وان هي تكون داعمه للمستثمرين، ما تكونش هي اول واحد بياع واول واحد بيشد السوق لتحت واول واحد بيساعد على هبوط السوق. ردك على السؤال ده ايه؟ شوف الطريقه اللي احنا بنحسب بيها ايرادات الصناديق وايرادات مدير الاستثمار يمكن طريقه مادية بحتة أو يعني تجارية بحتة، وبالتالي بيقيم مدير الاستثمار بحجم ما قد حقق من أرباح لحملة الوثائق أو لصاحب الصندوق أو صاحب المحفظة، وبالتالي هو هنا يهمه في المقام الأول إن هو يحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح بغض لصناديقه ولنفسه. بالظبط، بغض النظر عن الاتجاه العام للسوق. لكن
كل ما السوق بيكبر، كل ما مديرين الاستثمار بيتعددوا، كل ما وجهات النظر بتختلف، كل ما ده بيدي استقرار اكتر للسوق. تمام. لكن لو انفرضت مجموعه معينه، مدرسه معينه، حتى لو المدرسه دي انبثق منها عدد من مديرين الاستثمار، بس هم مدرسه واحده بفكر واحد، هياخدوا السوق في اتجاه واحد. وده يمكن اللي كنا بنشوفه فتره اواخر التسعينات اوائل الالفيه، ابتدت دلوقتي القصة تتغير شوية لدخول أكتر من مدرسة في المديرين الاستثمار بالضبط في السوق، بالإضافة إلى ظهور أجيال جديدة بتتبنى فكر مختلف شوية أكثر تحررا، ويمكن بيقدروا يتحملوا نسبة مخاطرة أعلى ونسبة ربط أكبر للأحداث المحلية مع الأحداث العالمية في تحليلهم. وبالتالي النهاردة السوق ما بقاش يعني يندفع الاندفاع الكبير قوي. احنا نزلنا 2000 نقطة، بس ال 2000 نقطة دولت لو كنا في مدرسة واحدة في صناديق الاستثمار، في مديرين الاستثمار وفي المحللين القائمين على العمل بالظبط، كان ممكن يبقوا 10,000. تمام. طيب خلينا نقل على EGX70 اللي هو احنا بنقول عليه اسهم المضاربات، اسهم المصريين زي ما بنقول. دايما EGX70 بيطلع ببطء شديد جدا، لكن في الهبوط بينزل هبوط عالي جدا، لان طبعا احنا بنتكلم على استراتيجيه الافراد، ودايما ان هم بيحصل لهم بانيك بقى مع الاحداث وغيره وغيره وغيره. شايف EGX70 مع الاسعار المتدنيه جدا في اسهمه اللي ما بتعبرش فعلا عن حقيقه وقيمه هذه الاسهم، مستقبله ايه؟ شكله ايه؟ ليه احنا مش قادرين نديله دفعه اكبر وقوه اكبر؟ هو كلام حضرتك يعني في مجمله صحيح، ويمكن أهم نقطة فيه هي مسألة سرعة اتخاذ القرار عند الأفراد في حالة البيع أسرع بكتير قوي من حالة الشراء. لأن الخوف تأثيره على الناس، الخوف، القلق، الترقب، الحذر، ده الحاجات دي بتأثر أكتر بكتير من التأمل في الربح أو الرغبة في الشراء والسوق بالظبط، او حتى حالة التفاؤل اللي ممكن تسود اي مجتمع. وبعدين الثقة بتتكسر في ثانية وبتتبني في سنين. صحيح. وبالتالي الافراد معذورين النهاردة في الكلام ده. لكن تعال نشوف ايه مكونات مؤشر 70. مكونات المؤشر 70 بتتغير كل فترة مع دخول شركات جديدة للسوق، وغالبا بعد برنامج الطروحات، مش الاول، الثاني. الاول هيكون زياده لنسب التداول الحر في بعض الشركات المقيده، لكن احنا بنتكلم على المرحله الثانيه من برنامج التداول، اللي هو هيدخل شركات جديده اصلا. لما هتدخل شركات جديده، لو كانت كبيره قوي هتزاحم الشركات اللي في المؤشر ال 30، وبالتالي في جزء من شركات ال 30 هتنزل لل 70. صحيح. ولو كانت متوسطة هتدخل مباشرة على السبعين، وبالتالي حجم السبعين وجودة الأسهم اللي فيها هتتغير، وبالتالي مش هيبقى أسهم أفراد بس، بل بالعكس هيبقى أسهم مشتركة ما بين الأفراد والمؤسسات والبنوك. تمام. والمحافظ المالية ذات الملاءة المالية العالية، وبالتالي هيحصل له نوع من أنواع الاستقرار، وهيبقى أداؤه شبيه جدا بأداء المؤشر 30. طيب خليني سريعا كده انتقل لأحجام السيولة، وأحجام السيولة برضو هتدخلنا على موضوع الطروحات، لأن حضرتك ذكرت على دخول الطروحات. شايف الطروحات اللي اتأخرت فترة طويلة هتنفع تدخل السوق في الوقت ده؟ وهل زي ما الناس متوقعة أن هي هتجذب رؤوس أموال؟ ولماذا رؤوس الأموال ما زالت؟ هل الناس خايفة على الأسهم اللي معاها فمش عايزة تبيع، فما فيش مشتري، عشان كده نسب التداول أو أحكام التداول قليلة؟ شوف، احنا عندنا قاعدة في السوق من قواعد التداول الهامة جدا، يقول لك ايه؟ اشتري على الإشاعة وبيع على الخبر. تمام. الحكومة عندنا بتغلط كل مرة نفس الخطأ في انها تعلن تصريحات مسبقة عن ما سوف تفعله مستقبلا. تمام. في البورصة طبيعة الأمور تستلزم أن تفعل ثم تعلن، مش أن تعلن ثم ترجئ ما تفعله نتيجة لأن السوق تفاعل مع التصريح بتاعك. احنا عايزين الحكومة في الفترة اللي جاية تقول لنا الطرح بكرة، ما تقول لناش أنا هطرح الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي. خلي
الإعلان يكون إعلان تنفيذي ده هيساعد السوق قوي وهيجلب سيولة جديدة للسوق. لكن أنت لما بتعلن قبلها بفترة، طب ما أنا كصاحب محفظة بقوم بالبيع عشان أسيل فلوس عشان أعيد استخدامها مرة تانية. تمام. طيب سريعا كده رؤيتك لجلسة بكرة. هو الأسبوع ده إن شاء الله إذا استمرينا على الاتجاه واللون الأخضر ده لمدة 3 جلسات يعني جلستين كمان فنتفائل تفاؤل شديد جدا وهننتظر إن احنا بالضبط نرجع نكسر كل نقط الدعم اللي إن شاء الله المقاومة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله. أما إذا بكرة ارتدينا للون الأحمر فالله أعلم احنا رايحين فين بقى. دكتور محمد وجيه خبير أسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذا التحليل. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام الشكر موصول لحضراتكم على متابعة مؤشر النيل اللي بيعمل يوميا مع البورصة المصرية لتحليل أكثر واقعية. تابعونا دائما. إلى اللقاء.